نتابع كل هذه التطورات مع سحر خميس، وهي أستاذة في الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية، هي معنا من واشنطن. أهلا بك أستاذة سحر. رسائل انفتاح بعثتها طالبان من خلال مؤتمرها الصحفي، كيف يمكن للغرب أن يتلقى هذه الرسائل، وهل يمكن أصلا الوثوق بها حاليا؟ شكرا لكم على الاستضافة. هناك الآن رسالتان متناقضتان تماما. عودة عبد الغني برادار أحد مؤسسي حركة طالبان مع صهره الملا عمر، والذي طبعا تربطه به كما نعلم دوما، كانت هناك علاقات قرابة وعلاقات إيديولوجية أيضا قوية. هما أسسا معا حركة طالبان وساهم في نجاحها وتوسعها الذي أدى إلى فوزها مرة أخرى واجتياحها لأفغانستان على النحو الذي شهدناه والذي أذهل العالم أجمع. فهناك الآن رسائل متناقضة، هناك رسائل تطمينية تصدرها حركة طالبان بأنها لن تستخدم أراضيها، لن تسمح لأراضيها أن تكون هي يعني مكان ينطلق منه أي أعمال إرهابية أو أعمال تهدد الغرب. طبعا ليس لديهم أي شك في أن العالم كله ينظر بنوع من أنواع التخوف الشديد من أن يكون هناك ثغرات أمنية تسمح بانتعاش تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وغيرها، بالإضافة إلى أن يكون هناك أي نوع من الهجمات على الغرب من الأراضي الأفغانية. كل هذه الأمور ليست خافية عليهم، وبالتالي جاءت الرسائل كلها رسائل تطمينية، محاولة لإرسال رسالة تطمين الداخل والخارج. تطمين الداخل بأنه لن يكون هناك عودة للأيام السوداء التي لم يسمح فيها للمرأة بالخروج من البيت أو الذهاب إلى العمل أو إلى الدراسة. قالوا نحن نحافظ على حقوق المرأة ولكن في حدود الشريعة، في نفس الوقت لا نريد أن نكون نوع من أنواع العنف أو التهديد لأي أحد، ولا أن نكون مصدر تهديد لأي أحد في الغرب أو في غير ذلك، ولن نسمح بأن تكون أراضينا مصدر لأي نوع من أنواع المتاعب أو الإرهاب. ولكن عودة عبد الغني برادار في حد ذاتها ترسل رسالة مختلفة تماما، لأن لديه نفس الفكر الإيديولوجي الذي ساهم في تأسيس حركة طالبان في المقام الأول، وهو فكر سلفي كما نعلم متشدد إلى حد بعيد، يعني يقيد كثير من الحقوق المجتمعية وحقوق المرأة وغير ذلك، بالإضافة إلى أن كان لديه دائما موقفا عدائيا من الغرب. هناك نقطة هامة، وأن شخصية عبد الغني برادار أيضا لديها جانبان همان للغاية. هناك الجانب المتسلح أو الجانب الخاص بالأعمال العسكرية، وهناك الجانب السياسي. طبعا الجانب المتسلح ظهر في حركة طالبان بدايتها في عام 1996 وتكوين هذه الحركة مع صهره الملا عمر كما ذكرنا، وهذا أدى طبعا إلى اعتقاله من قبل يعني ولذلك نعم ولذلك أستاذة سحر، هل يمكن الوثوق في هذه الرسائل؟ أعتقد أن عودة عبد الغني برادار في حد ذاتها ترسل رسالة عكسية تماما عن كل هذه الرسائل التطمينية التي تحدثنا عنها. فرغم اشتراك عبد الغني برادار في محادثات الدوحة التي لم تنجح كما نعلم، كان يبدو أنها مجرد غطاء تتخذ حركة طالبان لكسب مزيد من الوقت. يعني شخصية عبد الغني برادار كما تحدثنا، هناك الجانب العسكري وهناك الجانب السياسي أو الجانب الدبلوماسي الذي تمثل في اشتراكه في محادثات الدوحة. لم تنجح هذه المحادثات، كان المرجو أن يكون هناك إحلال الأمن والاستقرار داخل أفغانستان، أن يكون هناك حوار جدي بين طالبان وبين الحكومة الأفغانية. كل هذا لم يتحقق وذهب إدراج الرياح، معناه ببساطة شديدة أن حركة طالبان كانت تريد كسب مزيد من الوقت حتى يتحقق لها تحقيق. نعم، وماذا عن الغرب هنا؟ ماذا عن الغرب هنا، وكيف له أن يتعامل مع هذه التطورات وهذه التطمينات إن صح التعبير؟ يعني أعتقد مع الأسف الشديد أن أي تحرك الآن يعتبر too little too late كما يقولون، القليل المتأخر. كان يجب أن يكون هناك نظرة يعني أكثر بعدا حقيقة طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يكون هناك هذا الانسحاب المتسرع المتعجل الغير مدروس والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. ولكن هذا معناه بالتأكيد أنه سيكون هناك محاولات جادة لفتح حوارات ومجال من التواصل والتحاور مع حركة طالبان لمحاولة احتواء الموقف أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمعنى أصح، بمعنى حماية المصالح الغربية، المصالح الأمريكية، المصالح الأوروبية، أيضا محاولة أن يكون هناك نوع من أنواع الاستقرار في أفغانستان. لكن هل ستحقق كل ذلك؟ هل ستنجح مثل هذه الجهود ومثل هذه المفاوضات؟ أعتقد أن من يملك زمام الأمور الآن في أفغانستان هو حركة طالبان مع الأسف الشديد، وليس أي جهة أخرى كما شهدنا على مدى الأيام الماضية. أستاذة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قال حلف شمال